مركز لكرة القدم. الرياضي فن ولعب كبير. السنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه. اتفرج بقى على الأستاذ. تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز أوف فانتسي ولا خاصية الـ 100 مليون سيلف ليد بيكسلز. لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي. لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر. ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر. ومتجاوبة معاك أكتر. كأنك فيه. كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس. إحساس الحب هو جمعنا. هنعيش عمرنا ما خلاص. هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس. إحساس الحب هو جمعنا. هنعيش عمرنا ما خلاص. هنعيش فرحتنا إيه معنا. تغيبي بلاش. نقول يا نهار للفرحانين. دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش. كمان ساعتين وبلاش. دلوقت تغيبي. واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش. هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش. نسينا كل اللي فات كده بالمرة. واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش. هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان. زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي برعاية LG وزاد. نتكلم يمكن على الجولة 29. ما كانش فيه غير 4 ماتشات كلنا خلصنا وخلصنا فيها اكيد. ناس كتير جدا عملت سكور وحش جدا لان فيه بتاع يعني فيش غير 8 الا انا
اه والله يعني لا 52 نقطه فجامده. كويس كويس طبعا. انت عندك حظك كل الناس لعبت تقريبا. طب قول لنا كده التشكيل بتاعك. انت اول مره تكسبني انت جايب 52 وانا 31. اي بقى لي 3 4 مرات انا دايس. فين؟ انا بعيد يعني. انا كسبان الاسبوع اللي فاتوا انا على طول تك تك تك. ده هو اسبوعين ثلاثه ولا اربعه من ساعه الكورونا والله انا شغال. لا لا لا. طب قول لي ماتشات الاسبوع اللي فات. طبعا هم كانوا 4 ماتشات. شفنا توتنهام وشفنا ويست هام. يعني ويست هام فولهام مع ليدز. برايتون فولهام مع ليدز وخساره فولهام 2-1. برايتون بيفوز على نيوكاسل ونيوكاسل عمال ينزل عمال ينزل بيخسر ماتشات كتيره جدا. ويست هام بعد ما كان كسب 3-0 مع ارسنال بيتعادل 3-3 وفوز مهم جدا لتوتنهام على استون فيلا وبيخش في اجواء المركز الرابع. قول لي فريقك مين وظبطت ايه والله بص انا يعني ميسيليف ليدز يونايتد والديفنس دانك في برايتون 6 نقط وكلين شيت. وبرايتون عاملين سيزون كويس جدا ابتدوا يتطوروا يعني بشكل كبير جدا بدايه من الدور الثاني. طب تروسار في برايتون 14 نقطه. ده ظبطك جامد. ده ظبطني. ده هدف جول واسيست وخد 3 بونص. وساكا ارسنال 2 كيم في توتنهام برده 14 جول وبونص وهو الكابتن بتاعي. وبامفورد في ليدز جاب جول واسيست وثلاثة بونص. وواتكنز لاستون فيلا 2. انت عندك على فكره 7 لعيبه من 11 يعني برضه يعني في 3 او 4 لعيبه مش موجودين. رغم كده 52 لان طبعا بامفورد جاب لك جول كين كان كابتن وجاب جول وطبعا تروسر نفس الكلام فكان حظك حلو. انا مستغرب يعني لعيب زي بامفورد ما راحش منتخب انجلترا ازاي يعني. صغير في السن على فكره مع ان شكله كبير بس هو صغير. لو عامل موسم عامل موسم كويس جدا جدا. عنده كام سنه؟ 25 ولا حاجة؟ لا مش 29 طيب اصغر من 25 24. فلسه ما اعرفش ما راحش المنتخب انجلترا ليه يعني غريبه جدا. خصوصا كمان ان هو بيلعب مين في المنتخب في لعب كين وما عندوش حد تاني يروح حرب راس حرب. وخد واتكنز يعني. في طبعا واتكنز وفي برضه اسمه ايه يعني عنده لعيبه كتير كويسه. فاردي مين؟ فاردي موجود طبعا ما اعرفش بقى بيلعب. لا فاردي مش موجود ما بيروحش المنتخب. لا لا فاردي بيروحش المنتخب بقاله سنتين. ليه بقى؟ هو اعتذر. اعتذر يعني. وراشفورد مش في احسن ايامه كمان. هو راشفورد بيقعد احتياطي وبينزل. جرينوود مش في احسن ايامه برضه. وينجز مصاب. طيب يمكن انا برضه اقول لك فرقتي بسرعه. وانا كمان بقى قلت اعمل ايه تغيير عشان عنديش لعيبه كتير. حطيت بيل وعملت ماينس 4. كنت حطيت دانك من برايتون مشي معايا جاب 6. وحطيت بيل قلت بيل هيلعب مكان سون. انا كان عندي سون فقلت شلت سون وحطيت بيل وعملت ماينس 4. استاذ مورينيو ما حطش بيل اساسا ولبست تغيير بالفاضي. وطبعا مستوى كان 32 نقطه الاسبوع ده وحش جدا. هو الماتش اللي قبليه اصلا بيل كان وحش قوي طلع انا كنت حاطط بيل الاسبوع اللي فات. انا حطيته مكان سون. سون الاسبوع اللي فات تعور في الاول وطلع. فقلت بيل لا كان ماشي كويس بيجيب اجوان بقاله كام ماتش يعني. بس الماتش اللي قبليه كان وحش جدا وطلع. ماتش هو بتاع اليوروبا ليج بس مش الدوري. الدوري كان ماشي كويس. اليوروبا ليج كلهم كانوا وحشين. طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نتكلم على الجوله الجديده. الجولة الجديدة فيها ماتشات حلوة جدا. فيها تشيلسي مع ويست بروم بس أهم ماتشات يمكن أرسنال ليفربول وليستر سيتي مانشستر سيتي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام. بخاصية ال 100 مليون سيلفليت بيكسلز لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر كأنك فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش
مش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا ايه يمنعنا وبلاش دلوقتي تغيبي بلاش نول يا نهار للفرحانين دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تغيبي كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة ورجعنا لكم تاني وبنكمل ستارز اوف فانتسي برعاية ال جي وزاد وهنكمل على جولة 30 جولة 30 فيها طبعا ماتشات حلوة 30 ناقص 9 اسابيع طبعا جوله 30 و8 اسابيع كمان في تشيلسي ويست بروم ليدز يونايتد شيفيلد يونايتد ليستر سيتي مع مانشستر سيتي ماتش حلو جدا الاول والثالث ارسنال ليفربول ماتش مهم جدا على المركز الرابع ليفربول ساوثهامبتون بيرنلي نيوكاسل توتنهام ماتش مهم جدا لنيوكاسل اللي يرجع تاني انه يكسب في ملعبه اللي مش عارف يكسب ويرجع في اخر الجدول تماما مانشستر يونايتد برايتون ايفرتون كريستال بالاس وولفرهامبتون ويست هام خلينا نعمل كده بسرعه عميدو توقعك تشيلسي ويست بروم ليه؟ لا تشيلسي يكسب سكور سكور؟ اه تشيلسي فرقة جامدة جدا مع توخيل اثبت يعني ان هو مدرب كويس ولا ماتش جدا لا وكلين شيت ماتشات كتيرة جدا كلين شيت ظبط المنظومة الدفاعية بتاعت الفرقة بيعمل فكرة التلاتة اللي بيلعبها دي هي اللي ظبطت الفرقة؟ يعني بقى يلعب تلاتة ورا يعني اسبليكويتا اه طبعا اسبليكويتا اصلا اسبليكويتا ما كانش بيلعب اسبليكويتا في فرقة روديجر ما كانش بيلعب طبعا واسمه ايه ده كان جيمس بيلعب طول باك يمين بس كده ما بيلعبش يعني اسبليكويتا دلوقتي ما يقدرش يلعب في اربع فرق كبيره لانه ليه ده بيجري زي الوحش مش هو بيجري هو معيب يعني مش اللي هو يخلق لك فرص من الجنب وبتاع انا بشوف ان 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 ان, إن انسب طريقه هو لعب بيها توخيل واسكيه جدا بيطلعوا الكره من تحت كويسين جدا كانت مستوى ايه بص شوف قيمه المدرب لما مدرب يمشي ومدرب يجي وخمسه سته لعيبه الخمسه سته مستواهم يزيد مع بعض حتى فيرنر دلوقتي حتى فيرنر دلوقتي ابتدى يظبط يعني الفرقه كويسه قوي بصراحه هيكسب سكور تشيلسي 3 4 بقى يلعب الونسو ناحيه الشمال بقى يلعب اسبليكويتا بقى يلعب روديجر ما كانش بيلعب روديجر خالص كان طلعه بره الحسابات يعني ليدز يونايتد شيفيلد ماتش صعب لشيفيلد ليدز يكسب ما هو بقى ليدز دول عمرك ما هتفهم ليدز دول ممكن يكسبوا اربعه ممكن يكسبوا ثلاثه بس الاوراق يعني والشغل بس تبقى متاكد ان انت تستمتع بالماتش ليدز كسب فولهام خرب بره ملعبه وفولهام فرقه بتصارع نفس حال يعني شيفيلد اي نعم شيفيلد اوحش كمان لكن الله اعلم لكن ليستر ايه رايك انت ليستر ومانشستر سيتي انا شايف الماتش ده هيبقى فيه جوان لا اكيد بص هو مانشستر سيتي
طبعا فرقه قويه جدا، لكن انا بشوف ليستر ممكن يعمل مفاجاه الماتش ده. روجرز بيعمل ماتشات كويسه قوي ومع الفرق الكبيره وبيعرف يشتغل عليها كويس، عنده جاي من اجازه برضه لعيبه كتيره، مانشستر سيتي عنده لعيبه كتيره بتاع في المنتخبات سافر كتير وهتيجي، فممكن تبقى مجهده شويه، ممكن لعيبه تيجي بالكورونا ممكن. متهيألي ليستر ممكن يعمل مفاجاه الماتش ده. ارسنال ليفربول تعادل. انا مين هيلعب الماتش ده بعد الجول العالمي اللي جابه؟ مش عارف. ساوثهامبتون بيرلي ماتش رخم برضه. انت رايك ايه؟ ماتش رخم جدا. فريق بيرلي دي ساعات بتعمل ماتشات كتير جدا. ساوثهامبتون مش احسن حالاتها برضه. نيوكاسل توتنهام. توتنهام هيكسب. توتنهام على فكره توتنهام لو كسب برضه هيبقى هيخش في حته كويسه 50 نقطه، ممكن يخش لو من لو تشيلسي يعني، بس لسه عنده بروست بروم. استون فيلا فولهام انا نفسي توتنهام يكسب بصراحه، مش عشان خاطر بشجع توتنهام، عشان خاطر بيصعب عليا لما مدرب كبير يتهزق. انا فعلا نفسي ان مورينيو والله العظيم يعني نفسي مورينيو يطلع على الاقل في التوب فور. مش حبا في مورينيو بس حبا في توتنهام يعني. لا في الاثنين انا بحب مورينيو على فكره، بس انا يعني ببقى زعلان لما حد الشيء بالشيء يذكر. ما دام بنتكلم على مورينيو ما تقدر تفكر كده على تصريحات على عندنا في مصر مثلا لما حد لعيب كويس قوي يطلع ويقول مثلا ان المدرب الكذا مشاني من النادي وانا وبعدين يطلع تالق وكده والناس تقعد تقطع في المدرب ما عندوش فكره وكده. ايه اكتر من مورينيو ان يبقى عنده صلاح ودي بروين اللي هم دلوقتي احسن اثنين لعيبه في انجلترا ولوكاكو بس يعني بتكلم عن ان هم تالقوا في انجلترا، سيبك ان لوكاكو طلع بره ولوكاكو يا كابتن هو ايفرتون كان جامد بس سيبك لوكاكو متالق في ايطاليا ماشي يعني بتكلم في نفس الاتموسفير الاثنين كانوا عنده والاثنين قال لهم شكرا اطلعوا اعرف انتم مش ما عندوش حاجه، واحد جاب كوادرادو مكانه وواحد مش عارف جاب له مين مكانه والاثنين دلوقتي احسن لعيبه في العالم واحسن لعيبه في الدوري الانجليزي. ده يعني ده ايه بقى؟ يعني ده بص اعظم بقى من انجبت واعظم من المدربين. فلسفه المدرب ان هو مش هيعتمد على اللعيبه الصغيره، هو بيلعب باللعيبه الجاهزه بتاعته مش هيصبر على حد. لان يا جماعه صلاح مالهاش دعوه بالصغير ولا الكبير، هي ليها دعوه برؤيتك للعيب عامل ازاي. يعني هو ما لعبش حد لعيبه صغيره خالص عنده، كان حاطط عنده لعيبه صغيره بس انا قصدي فكره مين ولا لعيب لا صغير. انا عارف عايز اقول لك ايه، ان الكوره دي نسبيه، مهما كان انت جامد جدا ممكن تعمل قرارات خطا او تتوقع، يعني مش شرط الناس كلها بتتوقع صح ان ده لعيب هيبقى كويس فيبقى كويس يبقى انت جامد كده. انا مؤمن بحاجه كوره متغيره. ايوه طبعا طبعا طبعا، بس انا مؤمن ان الكوره مدارس. الهولنديين دايما هتلاقيهم بيحنوا ان هو عايز يطلع اثنين ثلاثه صغيرين. الالمان نفس الكلام، بس البرتغاليين برضه كده. لا البرتغاليين راجل عليه كوتشينو ده طلع كين من تحت من الناشئين. كوتشينو ارجنتيني يا اخي. ايوه ماشي، انا بتكلم برتغاليين مدربين. سوري اه برتغالي صحيح، مدربين برتغاليين. اسمه ايه بتاع وولفز؟ مين؟ ما جابش حد صغير. ليه؟ اللي جايب اللعيبه دييجو يوتا دلوقتي اللي مكسر الدنيا ده بقاله 3 4 سنين في وولفز. ايوه بس هم البرتغاليين طول عمرهم مدرستهم ان هو عايز لعيب جاهز. لا ممكن في النص يطلع لعيب صغير وبتاع، مش زي مانويل جوزيه كده، مش هيقعد يصبر على عيل صغير يقعد يصبر ان هو يتطور وبتاع. مورينيو كده، هو اللعيبه اللي جاهزه الكبار، اللعيبه اللي هتكسبني اللي عندها اكسبيرينس. مدرسته مش نفس الكلام على فكره. يعني حتى هو لما خد عمل الفرقه بتاعت 2005 اللي كسب بيها الدوري بعد 50 سنه ما كانش فيها ولا لعيب صغير ولا لعيب صغير. حتى لما جه انتدب لعيبه جاب لعيبه كبار كلهم، جاب دروجبا وجاب كارفايو وجاب فيريرا ده الباك رايت، وجاب وكان اصلا عنده جون تيري ولامبرد وجو كول، اللعيبه كلها كبيره مفيش هزار. ما عندوش حته ان هو يجيب لعيب صغير ويصبر عليه. جاب اشلي كول كمان من ارسنال. طيب خلينا ارجع تاني لفكره المركز الرابع والقتال على المركز الرابع. تشيلسي 51 نقطه، توتنهام 49 نقطه، ويست هام 49 نقطه 48، ليفربول 46 نقطه، ايفرتون 46 نقطة ولعب مباراة أقل، لسه ناقص 9 ماتشات. ليفربول ممكن يرجع تاني لل لا ما يرجعش. مين الأقرب ليهم؟ تشيلسي؟ في الفترة دي تشيلسي أحسن واحد في المستوى. أحسن واحد في تشيلسي. هيكمل كده؟ ولا تبقى طفرة اللي هي تغيير مدرب وخلاص؟ أنا بقول إن تشيلسي هيطلع رابع. هيطلع رابع. أنا بقول إن الاول اربع فرق مان سيتي مان يونايتد ليستر تشيلسي. مان سيتي مان يونايتد ليستر. شايف ان مان يونايتد وليستر هيحافظوا على الحته دي مش هيقعوا. خلينا نشوف الدنيا فيها ايه.
طيب نيوكاسل انت بتحب دايما تتكلم على ستيف بروس وانت كان مدربك برضه فتره من الفترات يعني يمكن ستيف بروس ابتدى الموسم تعرض لانتقادات كتيره جدا 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 ستيف بروس 28 نقطه من 29 ماتش يعني اقل من نقطه في الماتش طبعا رقم سلبي جدا فولهام 26 نقطه من 30 ماتش شايف ممكن فولهام يعدي نيوكاسل ولا نيوكاسل يفضل في هو فولهام فرق احلى من نيوكاسل احسن من نيوكاسل بصراحه يعني سكوت باركر اثبت ان هو مدرب كويس جدا اشك مدرب في الدوري الانجليزي وبص يا حازم في ناس كده وانت بتلعب معاهم تبقى عارف ان ده هيبقى مدرب كبير سكوت باركر ده وانا بلعب معاه والله عارف ان هو هيبقى مدرب كبير ليه بقى بتروح النادي تلاقيه اول واحد تلاقيه في الجيم واقف بيتكلم الكاركتر بتاعته في لعيبه كده مش هتلاقيها تبقى لعيبه وهو مدرب ما بيتكلمش كتير يعني لا مش بيواجه هو واقف على طول حاطط ايده في جيبه وهادي جدا لا لا وهو بيلعب كول جدا لا لا من اكتر اللعيبه اللي لعبت معاها في حياتي بيتكلم فوق اللبس يعني كاركتر كان نص ملعب ديفندر هو كان لعيب كويس قوي لا وفي التمرين بص بيموت فرق هو كان بيفهم ولا ولعب معاه في وستهام سولف على انديه كتير يعني لعب في نيوكاسل ولعب في وست هام ولعب في تشيلسي برضه لعب تشيلسي مره وكنا بنلعب في ستامفورد بريدج جاب جون عالمي من 40 يارد اللي عملها كده دي كنت بلعب انا الماتش ده رهيب جاب جون رهيب وكان لعيب جامد بصراحه كاركتر يعني طيب ميدو هتغير حد في فرقتك الاسبوع ده اكيد اكيد لسه هنشوف بقى نقعد نحضر بس عندك تغيير واحد ولا اثنين واحد عملت تغيير الاسبوع اللي فات الفرقه دي مش هجيب كورنر خلي بالك الاسبوع ده ممكن لازم تغير فيها شويه لا الاسبوع الجاي مش هيبقى حلو بالنسبه لي ليه مش هيبقى حلو لا ليدز يعني عندك انت ما عندكش حد خالص من مانشستر سيتي بس مانشستر عنده ماتش صعب الا بقى الا لو ليدز عملوا ماتش قدام قدام شيفيلد جامد انت خلصت كل حاجه البنش بوست والوايلد كارد وكله كويس اكسب انا ان شاء الله بقى الوايلد كارد دي خلصتها من زمان ميدو بشكرك شكرا جزيلا شكرا نورتنا يا ميدو شكرا الحلقه الجايه ان شاء الله استنونا الحلقه الجايه نتكلم عن منتخب مصر وتاهل منتخب مصر لتصفيات افريقيا او بطوله افريقيا هنتكلم عن ماتشين كينيا والفرق الشاسع بعد 4 أيام مع جزر القمر الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي